خذ النصوص واترك آراء الناس، لكن ستصبح غريبا بين الناس. اصبر، اصبر على دينك وعلى قول الحق، ولو حصل عليك ما حصل، تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. فالمتدينون كثيرون، ولكن اللي يتمسكون بالدين الصحيح قليل. انتبهوا لهذا. لن ينفعك أحد من دون الله، ستموت وحدك وتقبر وحدك وتسأل في القبر وحدك وتبعث وحدك وتنشر وحدك وتعرض على ربك وحدك وتمر على الصراط وحدك وتدخل الجنة وحدك أو تعذب في النار وحدك، لن يعذب عنك أحد. فاحمل مسؤوليتك. الحياة ليست مبنية على التهريج، لا وقت للتهريج والعبث. الحياة ثوان معدودة، لابد أن نستغلها. لحظة تمر منك تأتي خزانة فارغة يوم القيامة، فكيف إذا وجد في الخزانة ما يضر؟ الحياة صعبة، محنة ليس فيها عبث ولا هي بمتحملة للعب. تأمل في حالك وخذ بقول نبيك صلى الله عليه وسلم، واحرص على ما ينفعك.